جايزه مبادرون مصر 50 جايزه لمبادرون من مصر يقدروا ان هم يستخدموها في تقويه منظماتهم او في عمل برامج جديده او تقويه البرامج الحاليه كمان يقدروا يزودوا بيها عدد المستفيدين من البرامج بتاعتهم او يشتغلوا في اماكن جديده جايزه ماليه لا باكثر من 140 الف جنيه دعم فني هو في شكل مجموعه من البرامج والدورات المتخصصه الاشتراك في المؤتمرات والمنتديات الاقليميه والدوليه تمتع بخدمات او منتجات من مايكروسوفت برنامج للارشاد الكامل المبادرون الناشئون هقدم لهم 200 جايزه اول حاجه في برامج التدريبيه ودي بتعتمد انها بتصقل المهارات بتاعتهم تنميه قدراتهم وتطور افكارهم بعدين عندنا في البرنامج المبسط ده بيديهم دورات عن التخطيط الاستراتيجي ومهارات الاتصال وازاي يدوروا على التمويل دوائر التعلم مع الزملاء دي بتبقى عباره عن حلقات المبادرون بيتقسموا فيها لمجموعات صغيره وبتبتدي يناقشوا المبادرات بتاعتهم بعدين في اخر حاجه اللي هي الدورات الالكترونيه بتتكلم عن المشروعات المجتمعيه وممكن المبادرون يشاركوا في المنتديات الاقليميه والمؤتمرات العالميه بعد كده برنامج التدريب المهني ده هتبقى فرصه قدام 1000 شاب ان هو يتوفر له برنامج تدريبي لمده ما بين 3 ل 6 شهور في مؤسسات تنمويه واكاديميه وقبل ما هيلتحق بالمؤسسات دي هيبقى فيه زي تدريب على مجال العمل والواجبات اللي هو المفروض عليه مسابقات العمل الاجتماعي المتميز ومبادرون مصر تشتغل مع الجامعات المتميزه اللي في مصر وهيتم اختيار 15 فكره كل فكره هيستحق صاحبها 12000 جنيه تمويل عشان نشجعهم لتنفيذ افكار مبادراتهم وكل سنه هيبقى ليهم فرصه ان هم يتقابلوا مع مبادرون مصر من خلال المؤتمر السنوي اللي المبادرون هتعمله. لو عايز تعرف اكتر عن مبادرون مصر، لو عايز تعرف شروط التقديم، لو عايز تعرف عن الجوائز والمنح، زورونا على لينكدين.